السلام عليكم عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع تعدين ربح سهل، انت كل اللي عليك انك بتسجل في الموقع وبتستنى شوية وبتسحب. واحب افكركم بالمسابقة اللي 10 دولار، الفيديو ان شاء الله اللي جاي هيكون الفايز بال10 دولار. نروح كده الموقع مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الموقع اسمه بوجا مايننج. الموقع ده بيديك 200 جيجا هاش اول ما بتسجل في الموقع. هندوس كده على جيت 200 جيجا هاش، هيوديك لصفحة التسجيل. هتكتب الاسم بتاعك، بعد كده الايميل بتاعك، بعد كده الباسورد، بتكرر الباسورد مرة تانية، وبتختار الدولة، وبتحل علامة الكابتشا، وبتدوس على ساين ان. بس احنا عندنا حساب فهدوس على لوج ان. بكتب الايميل بتاعي، بكتب الباسورد، وبحل الكابتشا. انا عملت ايداع في الموقع دوان ب15 دولار. لو دوسنا كده على ساين ان هلاقي ان انا هنا معايا 1700 جيجا هاش. المفروض انت اول ما تسجل هتاخد ال 200 جيجا هاش بتوعك. لو رحنا كده على الاكونت هيستوري من هنا هنلاقي اهو، اول ما سجلت خدت ال 200 جيجا هاش، بعد كده ايداع ب15 دولار، جاب لي 1500 جيجا هاش. الارباح بتنزل هنا يوميا، يعني بعد يوم بالظبط هينزل لك الربح المقدر ليك بعد 24 ساعة، مش هتلاقيه بيقعد معاك. هندوس كده على الداشبورد، هتلاقي هنا الخطة. هنا بقول لك الخطة الستارت. الخطة الستارت هنا بتكتب انت عايز تودع كام، وبيجيب لك تحت ان هنا المبلغ ده هيكلفك كام. مثلا ده 500 جيجا هاش، ده بيقول لك هيكلفك 5 دولار، وهيجيب لك ارباح البيتكوين مقدارها 660 ساتوشي كل يوم. يقول لك كده انت هتاخد 500 جيجا هاش، والقصدي اسف، الحد الادنى 500 جيجا هاش، والحد الاقصى 5000 جيجا هاش، والحد الادنى للسحب 50000 ساتوشي، والكونتراكت ده هيفضل لمدة 12. طب نكتب كده 1500 جيجا هاش، او ادي 1500 جيجا هاش. هتدوس على بيرتش ناو، بيقول لك اختار انت عايز تودع بالبيتكوين ولا الاثيريوم ولا بيتكوين ولا بيتكوين كوين بيز ولا تدفع بالباير. انت هتدوس على تشوف الطريقة اللي مناسباك. مثلا هتدفع الباير يقول لك 15 دولار، هتروح دايس على يزد ومكمل ايداعك عادي جدا. لو رجعنا كده من الموقع بعد 5 دقايق او 10 دقايق هيكون الايداع بتاعك شغال. هتدوس على ريكويست ويزدرو عشان تسحب من الموقع. بيقول لك ان الحد الادنى لسحب 50000 ساتوشي، هيجيب لك كل السحبات. السبورت هنا لو انت عايز تكلم الدعم، الدعم بيرد عليك في خلال 24 ساعة، وفي التليجرام تحت برضو تقدر تكلمهم عليه. وعندنا هنا الافليت بروجرام، تقدر تقرأ وتشوف رابط الاحالة بتاعك، وتقرأ انت ربحك كام من الاحالة، وهتاخد كام في المية، والكلام ده كله. بس كده وكده خلصنا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.